بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عباد الرحمن من معدات مزارع الدواجن. ان شاء الله اكلم حضراتكم النهارده عن الفانات المستخدمه في عنابر الدواجن. طبعا الفانات دي بنستخدمها في عمليات تهويه. بيكون معانا مقاسين ال 20 في 20 وال 17 في 15. المقاسين طبعا ده الشكل العام الخاص بيهم. المقاس اللي هو ال 20 بيكون 65 واط والثانيه بتكون 50 واط. طبعا استخدام الفانات دي يعني مفروض ان هو مهم بالنسبه لنا لو في عنابر دواجن مثلا استخدام البطاريات دي بتعمل معانا توازن درجه الحراره، بتنزل معايا او بتعادل معايا درجه الحراره. عندنا في الشتاء بيكون كثافه الهواء السخن بتصعد لفوق، فطبعا باستخدام الفانات دي بتعمل معاها توازن، بتنزل الهواء السخن لتحت، فبيحصل معايا تهويه وفي نفس الوقت بيحصل معايا تدفئه بصوره متوازنه. فزي ما حضراتكم شايفين كده الفانات دي بتبقى بنوزعها في عنابر الدواجن، بتبقى على مسافات معينه، طبعا بننزلها على ارتفاع متر ونص تمام من فوق البطاريه، يعني من اخر دور من البطاريه بنخلي فيه متر ونص تمام. ده لو ارتفاع العنبر عالي، لو عندي 3 متر بيكون على الارتفاع او على مستوى السقف او اقل شويه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده بيكون ملفات نحاس شبيهه جدا للشفاطات الاتحاد الاوروبي تمام. ده كده الشكل العام بيها. دي بتكون طبعا المجسم بتاعها بيكون معدن وريشه بلاستيك، والموتور بيكون في قلب الريشه تمام. ده كده الشكل العام الخاص بيها. حاجة محترمة جدا جدا جدا. طبعا بنربطها على لوحة تحكم مزودة بتايمر تمام، وطبعا بتفضل تشتغل وتفصل بمدة معينة او زمن معين. متوفرة لدى عباد الرحمن. متنسوش تدعمونا بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ومتابعتنا على الفيسبوك باسم عباد الرحمن مستلزمات المزارع. برضو موجود عندنا اجهزة الرطوبة، كل المستلزمات اللي تخص جهاز الرطوبة موجودة ان شاء الله، متاح شحن لجميع المحافظات. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.